المحاضرة رقم 6 صفحة رقم 6 برضه عندنا شنو عندنا برنامج لحساب شنو مسلسلة فيبوناتشي. أصلا مسلسلة فيبوناتشي عناصرها اللي هي زي ما قلنا 1 1 2 3 5 8 كده مسلسلة، لكن عندها قاعدة معينة. طيب هنشتغلها بالفانكشن بنفس الطريقة، عندنا بروجرام للاسم فاريبل، عندنا اي انتجر، الاي ده هنستخدمه بعدين في شنو في البرنامج الرئيسي فقط. أما هنا في الفانكشن بتاعتنا بدل الاي بعرف أي متغير تاني فليكن ان، عنده هو نفس الاي داك لكن شنو بعدين اي في البرنامج الرئيسي ان في البرنامج الفرعي بتاع الفانكشن. الفانكشن بيتعرض وين؟ فوق للبيجين بتاعت البرنامج الرئيسي. طيب عندنا ان سمينا اول حاجه الفانكشن سميناها شنو فايبون، ده اسمها ان نقطتين فوق بعض نوع انتجر، نقطتين فوق بعض انتجر، انتجر ده الخارجي بتاع شنو بتاع الفانكشن، لان فايبوناتشي عباره عن اعداد نوع بيجي شنو انتجر بيجين. طيب عندنا فيبوناتشي عندها بتبدأ بواحد وتاني بتبدأ بواحد دبل في البداية. إذا أنا بعدين عندها حسب القاعدة بتاعتي إذا كانت إم بتساوي واحد زين فيبوناتشي يكوال واحد برضو إل إلس. أنا لاحظ في الإف ما بناخد شنو فاصلة منقوطة أو أي شيء، لو خدت دي خطأ هنا ما بتاخد فاصلة منقوطة. إلس إف إن يكوال تو ذن، وهنا برضو إن بتساوي دي اللي بالنسبة لشنو للفيبوناتشي اللي هي في بالنسبة ل F ل F ما فيها نقطتين. If n بيساوي 2 then Fibonacci equal 1 لأنه أصلا بتبدأ بواحد واحد، وإلا تاني أحسب ليه بشنو؟ بالقاعدة بتاعتي اللي هي القاعدة بيقول شنو فايبون دي اسم الفانكشن هنا نقطتين فوق بعض بيساوي Fibonacci n ناقص 1 زائد Fibonacci n ماينس 2. طيب هنا n بتنتهي بفاصلة منقوطة و begin بعدها البرنامج بيبدأ for i من 1 لـ10 لأن أنا داري 10 حدود الأولى بتاع شنو بتاع فيبوناتشي من 1 لـ10 for i من 1 لـ10 do right line فيبوناتشي of i اللي هي دي الفانكشن اسمها هذه فيبوناتشي of i اللي هي الأعداد من 1 لشنو لـ10 دي هنا شنو قلنا دي للسبيس فقط عشان بعدين بين العدد والعدد تفصلهم مع بعض. عملناها رايت سايد لأنه عشان يجي في شنو في خط واحد read line n. هنا نعمل كومباين ونشوف الكلام ده اذا البرنامج صحيح. نسيب البرنامج، انا هنا مسيب ما بحتاج اسيبه، اعمل رن مباشرة. اذا دي الاعداد العشرة الاولى اللي هي 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55. لو داير ال 20 الاولى بس هنا بقول فور اي من 1 لشنو ل 20، نجرب 20 هيدينا شنو 20 حد الاول الاوائل اللي عندي شايفين 1 1 2 3 8 13 21 إلى آخره وهكذا كده يمكن تجيب جميع أعداد شنو فايبوناتشي. لاحظ لو السبيس دي شلتها برا هتبقى في شنو هتبقى في مشكلة هتتلصق الأعداد مع بعض. لاحظتها الأعداد اتلصقت مع بعض عشان كده هنا شنو البرنامج هنا عامل له شنو سبيس اللي هي عاملين شنو تنصيص فضاء كده كده شنو سبيس.